اللي معانا في الفيديو النهارده هو كيندل 3. ده من الاجهزه الكلاسيكيه لشركه امازون، من اوائل الاجهزه اللي اصدرتها شركه امازون. النهارده بكل بساطه وسهوله هنغير شكل الجهاز من الشكل الطبيعي بتاعه اللي هو ده، لان احنا نعمل له جيل بريك وننزل عليه كوريدر. يلا بينا. الموضوع فعلا سهل جدا وبسيط وبيتم في 4 خطوات. هنحط اللينك في الديسكريبشن. اول حاجه بنحتاج ننزل اول ملف اللي هو بتاع الجيل بريك. مجرد ما ندوس بس دوسة واحدة على انستول هينزل الملف بتاعه على الكمبيوتر عندنا. هنفك الضغط بتاعه وهنفتح الفولدر اللي نتج عن فك الضغط. هنا بقى خطوة مهمة جدا، ان احنا لازم الملف اللي نقله على الجهاز عشان نعمل له ابديت او جيل بريك هو الملف اللي يناسب الجهاز. هندخل على السيتنج بتاعت الجهاز بتاعنا ونبص تحت على الديفايس انفو هنا ونشوف ايه اللي مكتوب. الجهاز بتاعنا اللي هو السيريال نمبر B008 ده كيندل كيبورد واي فاي، بس مش واي فاي و3 جي. فهنختار الملف اللي يناسب الجهاز بتاعنا اللي هو ده. هناخده كوبي ونحطه على الفولدر الرئيسي بتاع الجهاز بيست. طبعا نوصل الجهاز بالكمبيوتر في البارتيشن الرئيسي بتاع الكيندل من غير ما تحطه جوا اي فولدرات، هنعمل بيست. بعد كده هنشيل الجهاز من الكمبيوتر بتاعنا وهنختار من هنا ابديت يور كيندل عشان الكيندل يتعمل له ابديت. هندوس اوكي. هنا الكيندل هيعمل ابديت على طول. الموضوع مش بياخد وقت، اهم حاجة انك تشوف في الاخر الرسالة اللي بتقولك اللي الابديت نجح. الكيندل هيعمل ريستارت وكده ندخل على الخطوة التانية. الخطوة التانية ان احنا ننزل الملف اللي هو MKK ده، وبنفس الطريقة هنفك الضغط بتاعه وهنفتح الملف ده ونختار برضو الملف اللي يناسب الجهاز بتاعنا اللي هو كيندل كيبورد واي فاي اللي هو B008. طبعا ممكن يكون الجهاز اللي معاك مختلف، فاختار الملف اللي يناسب جهازك عشان العملية تتم بنجاح. هناخده كوبي وهنحطه برضو داخل البارتيشن الرئيسي للجهاز بيست، وبنفس الطريقة هنفصل الجهاز من الكمبيوتر بتاعنا وبعد كده هنعمل update your kindle بنفس الطريقة. نحن ندخل على السيتنج وبعد كده بندوس على زرار منيو تاني وبنختار update your kindle وبندوس اوكي. هيعمل برضو الابديت، ما بياخدش وقت خالص، واهم حاجة زي ما قلنا نشوف رسالة ان فعلا الابديت نجح. هنيجي على الخطوة التالتة وان احنا بنعمل انستول لكوال. كوال ده هو اللانشر اللي بنشغل من خلاله الكوريدر. هننزله ونفك الضغط بتاعه وهنا هتلاقي ملفات كتير. اللي انا هحتاجه هو الملف اللي هو رقم 1 ده في فيرجن 1 وفيرجن 2. الخطوة دي مهمة جدا لان انت ممكن ما يشتغلش عندك في الجهاز فيرجن 1، ساعتها هتنقل الفيرجن الثاني. لو اشتغل عندك 1 على طول تمام. هنا الملف ده بننقله في ملف في فولدر دوكيومنت في الكندل. ده النقطة دي مهمة جدا، في فولدر دوكيومنتس في الكندل هننقل ملف كوال. وبعد كده اخر خطوة خالص بننزل الملف بتاع كوريدر من هنا وبعد ما ينزل عندنا على الجهاز برضو هنفك الضغط بتاعه اللي هما الثلاث فولدرات دول هناخدهم كوبي وبرضو بنحطهم في البارتيشن الرئيسي للكندل. يبقى كل الملفات بنحطها في البارتيشن الرئيسي للكندل ما عدا بس الملف اللي هو بتاع كوال. هندوس بيست وبكده هتتنقل ملفات كوريدر على الجهاز. هنجرب ننزل كام كتاب عشان نبقى نجربهم على النظام الجديد، فناخدهم كوبي ونحطهم على داخل فولدر دوكيومنتس برضو بيست. وبكده خلصنا كل الخطوات بنجاح. بعد ما الملفات تتنقل هنفصل الجهاز من الكمبيوتر ونبتدي نفتح كوال على الكندل ونختار كوريدر ونختار ستارت كوريدر.
فجأة هتلاقي الجهاز اتحول تماما من الجهاز العادي اللي فيه شوية مشاكل في نظام التشغيل لأنه قديم إلى كوريدر، تقريبا ده القارئ الأفضل بين كل برامج القراءة. من هنا بنختار الملفات بتاعتنا، ومن الجميل ان كوريدر لما بينزل على كيندل كيبورد بيكون جنب كل حاجة فيه حرف، بحيث انت تستخدم الكيبورد ويسهل عليك ويخلي العملية اسرع. فلما ندوس مثلا على كيو يعمل باك، عايز تفتح دوكيمنت هتدوس ار، عايز تفتح كتاب معين كل كتاب تحتيه حرف عشان تفتحه على طول من غير ما تفضل تنزل وتطلع، زي لان زي ما احنا عارفين الجهاز مش تاتش. فتح جهاز كتاب باللغة العربية بصيغة اي باب، طبعا الصيغة دي اصلا ما كانتش بتشتغل على الجهاز قبل ما نعمل الجبريك وقبل ما يكون عليه نظام كوريدر. دلوقتي هتقدر تقرأ كتب نصية اي باب باللغة العربية او باي لغة على الجهاز بسهولة وسلاسة. نعمل تجربة تانية برضو لكتاب اخر على نظام كوريدر، وهو النقطة المهمة جدا بالنسبة لاغلب الناس اللي هي الكتب البي دي اف على الجهاز هتبقى عاملة ازاي بعد ما نزلنا نظام كوريدر. هنفتح الكتاب الاختصار بتاعه على طول، هيفتح معانا هتلاقي التقليب سلس وسريع. وطبعا هنا بقى بكل بساطة هتلاقي عندك كمية اوبشن كبيرة جدا اللي انت تعدل كل حاجة في الكتاب، بداية من عرض الصفحة بتاعته. تختار مثلا في عرض الصفحة ان الصفحة تتعرض لك على كامل الشاشة بالشكل ده. لما نختار الفت نخليها فل، يعني يخلي الفت الصفحة على كامل الشاشة. طبعا هنا الكتاب معمول على وضع الكونتينيوز، يعني ان هو بيستمر يقلب صفحة بعد صفحة، فاحنا هنخليه على وضع الصفحة الواحدة، ده بيكون احسن في العرض بالنسبة لنا. طبعا كل واحد هتلاقي يناسبه عرض معين. طبعا هنا هتلاقي ان الصفحة بقت واضحة، الكلام بقى كبير على الشاشة، كل حاجة سلسة وممتازة جدا على جهاز قديم زي كيندل كيبورد اتحول مع نظام كوريدر لحاجة تانية خالص. مش بس كده، ده انت كمان بقى عندك في كيندل كيبورد اللي هو اصلا مفهوش حاجة اسمها نايت مود، الجهاز بقى فيه نايت مود وممكن تخلي الشاشة باللون الاسود زي كده بكل سهولة وسلاسة. اتمنى ان الفيديو ده يكون سهل عليكم عملية عمل جيل بريك وتنزيل كوريدر على الجهاز بتاعكم. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا جديدنا اول باول. شكرا ليكم ومع السلامة.